ازيك يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير شباب الجامعة الأهلية. المرة اللي فاتت كنا أخدنا أول محاضرة في الكورس عندنا، واتكلمنا فيها يعتبر في أغلب أول حصة في الكلية يعني اللي أخدتوها، بس كان فاضلنا بس حتة كده زنطتها في جزء الانترودكشن هنشرحها دلوقتي بعدها نخش في الحصة الجديدة. كان فاضلنا حتة كده كنا بنتكلم فيها على مصطلح اسمه الزو فارماكوجنوزي او الفارماكوجنوزي المتعلقة بعلم اسمه علم الزوولوجي. طب ايه هو علم الزوولوجي؟ هو علم الحيوان. هنا احنا بنتكلم على تأثير مراقبة او نتيجة مراقبة الحيوانات على علم الفارماكوجنوزي. طب ليه؟ لان زي ما احنا كنا عايشين في ككائنات بدائية كنا عايشين وبنحاول ان على قد ما نقدر ناخد من النباتات بتاعتنا ديت، ناخد منها اكل، ناخد منها فود يعني كيور لعلاج لمرض ما، اخد حاجه تو بريفنت ديزيز، اخد ايا كان هعمل ايه منها. ما كذلك الحيوانات، ولحد النهارده الحيوانات بتعيش على النباتات الطبيعيه دي، تاخد منها الاكل بتاعها، تاخد منها علاج لمرض ما. احنا بقى عشان احنا صيادله فاحنا بنهتم قوي بالجزء بتاع العلاج دوت، فبدانا نراقب الحيوانات. هو بس ايه بيديك شويه امثله على نتائج مراقبه الحيوانات. زي ايه مثلا؟ زي مرض الملاريا. الملاريا دوت منتشر جدا في المناطق اللي فيها بور هايجين او نظافه قليله لحد النهارده. الملاريا ده انت عارف ان هو بيتنقل عن طريق الدبان، يعني انت مثلا لازم وانت مثلا مسافر الكاميرون مثلا او اي بلده او اي دوله من وسط افريقيا لازم بتاخد الترياق معاك، وقبل ما تسافر لازم تاخد ال 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 الفاكسين بتاعها، فاكسين الملاريا. حتى لو انت واخده قبل كده بتروح تاخده قبل ما تسافر المناطق اللي مليانه اوبئه او ايبيدامكس لحد النهارده لسه ما اتلمتش شبه الملاريا، بالذات مثلا في دول وسط افريقيا. حتى مثلا لو قاعد في المطار على قد ما تقدر بتحاول ما تطلعش بره المطار. شوف حتى لو انت في المطار حاول ما تطلعش بره المطار عشان ما تتقرصش. فالموضوع مش سهل يعني. فالموضوع ده كان منتشر من زمان جدا جدا، ومرض قديم جدا، قديم جدا 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 كمان. طب احنا عرفنا ان الملاريا ديت ليها علاج ازاي؟ قال لك رحنا للطبيعه، بقينا نراقب في دوله بيرو كده حيوان اسمه حيوان الليم. الليم دوت كل ما يحس ان هو تعبان بمرض الملاريا، قرصته ناموسه فيها ملاريا اللي هي كنا بنقول عليها الانوفيلس، والفيفر بقى بتزيد، درجة الحرارة بتزيد وهكذا، بيروح يقرقض وينضغ يعمل تشوينج للبارك بتاع مين؟ بتاع شجرة اسمها سنكونة. البارك اللي هو ايه؟ اللي هو اللحاء الخارجي يا شباب، زي ما كنا اتكلمنا المحاضرة اللي فاتت. اللحاء الخارجي بتاع الشجرة يقعد يقرقضه وينضغه ويبلع المية بتاعته. ليه؟ لأن جواه مادة اسمها كينين، والكينين دي بعد كده استخرجناها وعملنا منها أدوية، يعني ده بعد مراقبه طبعا، مراقبه للليم وحاجات تانية، عملنا منها ادويه انتي ملاريال. يبقى الكينين ده يعتبر انتي ملاريال. علاج لايه؟ علاج للملاريا. ده علاج قديم بدانا بعد كده نغير فيه شويه، نعمل منه سيمتوتيك برودكت زي ما قلنا، حاجه اسمها كلوروكين وهكذا. وحتى على فكره الكلوروكين ده كان دخل في البروتوكول بتاع الكورونا لو كنتوا فاكرين يعني، او كنتوا متابعين ساعتها. فده بالنسبه للملاريا. لقينا مثلا بمراقبه فيل في افريقيا او الفيله في افريقيا، بالذات الفيله الفيميلز، الفيميل اليفنتس اللي بيحملوا، لقينا ان قبل الحمل كده بثلاث او يعني اسبوع او اسبوعين، ثلاث اسابيع كده، بتبدا الفيله تمشي مسافه 17 كيلو، 17 كيلو على رجلها وهي حامل وشايله بيبي في بطن. طب ليه؟ عشان تروح تقرقض وتتعمل تشوينج، تنضغ اوراق وباركس، ليفز اند باركس، اوراق ولحاء بتاع عشبه ما، بتاع شجره ما، بتاع نبته ما. ليه؟ بيعمل حاجه اسمها اوكسيتوسيك افكت. ايه اوكسيتوسيك افكت ده؟ ما هو هرمون الاوكسيتوسين ده؟ الاوكسيتوسين ده مسؤول عن حاجه اسمها الاندكشن اوف ليبر. ليبر مش لابور. ايه الليبر ده؟ اللي هو الطلق. فهو بيساعد على الطلق. طب ازاي؟ لو حد عايز يعرف بيروح يعمل، لو قلنا ان دوت اهو اليوترس، اهو الرحم، وادي السيرفكس،
والرحم ده وصل له دم ومن هنا برضه وصل له دم، بيروح يعمل ايه؟ يروح يعمل فازو كونستريكشن للاوعيه الدمويه ديت، يعمل انقباض في الاوعيه الدمويه ديت ويسهل الانقباض بتاع الرحم. فالبيبي ده بالنسبه للانسان يعني البيبي هو بيبقى شكله عامل كده مثلا، اللي ايه قاعد رجل على رجل كمان ولا على نفسه، وقاعد اهو حاطط ايده ورا رقبته من على اخره. اول لما اكتاف البيبي وجسمه بيبدا يظهر بنبدا نحقن ماده الناي، مش مهم الماده دي بتعمل ايه، بتروح تعمل كونتراكشن في اليوترس من فوق. وخلي بالك انا قلت ايه، لازم تكون كتفه عدى، لان لو كتفه ما كانش عدى بنقول عليها بعد يعني او at the beginning of the third stage of labor، ثالث مرحله للليبر. بروح احقن، بروح اعمل كونتراكشن من هنا، البيبي ايه يتزفلط وينزل من هنا. ده اسمه ايه، وبالمناسبه كمان في بعض الاحيان بيوسع، في بعض الادويه بتوسع المجرى اللي البيبي بينزل منه، فمن الاخر بتساعد على ايه، الطلق والولاده. فكان بتساعد الابن يمشي 17 كيلو بحال، فاكيد حاجه مهمه. فقالك بعض الشمبانزيز لما بياكلوا اكل بايظ فبيجي لهم امراض في الجي اي تي، مثلا بكتيريا في الجي اي تي او بارازايت في الجي اي تي طفيل. طب ايه الفرق بين البكتيريا والبارازايت؟ البارازايت ده حيوان بس احادي الخليه، انما البكتيريا ده هو كائن اسمه البكتيريا، ده هو احادي الخليه، فده حاجه وده حاجه ثانيه. المهم ان الاثنين في الاخر، البارازايت مثلا شبه الاميبا مثلا، انما البكتيريا هي بكتيريا ودي حاجات مختلفه. المهم ايا كان الاثنين بيعملوا مشاكل في الجي اي تي، مشاكل في الجهاز الهضمي الجاسترو انتستينال تراكت، فبيسبب وجع للشمبانزي، فيروح يقرقط برضه في ايه، نبات اسمه الفيرونيا. الفيرونيا فالفيرونيا دوت بعد كده اكتشفنا ان ليه انتي بكتيريال وانتي بارازيتك افكت بالنسبه للجي اي تي. اخر حاجه لقينا ان في حيوان كده اسمه المونجوز. المونجوز دوت لما بيروح يتعارك مع كوبرا والكوبرا تلدغه ويبدا يحس بالسم في جسمه، بعد العركه على طول يروح جالي 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 ياخد نبته اسمها ايه، السيرباجندا. السيرباجندا دي اخت الاشواجندا، لو حد كان سمع عنها، الناس اللي بتروح الجيم عارفين الاشواجندا وعارفين ان ليها سايد افكت بيعمل ديبريشن يعني. السيرباجندا دي برده نبته هنديه، يروح ياخدها على طول. طب ليه؟ عشان عارف ان ليها تاثير انتي فينوم. فبعد كده اكتشفنا ان فعلا والله السيرباجندا فيها ماده فعاله، مش مهم هي ايه، الماده الفعاله ديت مسؤولة عن ان هو يبقى ليه تأثير انتي فينوم مضاد للسم. فبين الكلام ده كله اخترعنا علم اسمه علم الزوفارماكوجنوزي، وهو علم مراقبة الحيوانات عشان نعرف تصرفها ازاي مع الهيربال دراجز. تمام كده؟ ده كده جزء كان متبقى لنا من الحصة اللي فاتت. عايز بس ايه؟ بما اننا جبنا بقى سيرة بكتيريا وبارازايت والكلام ده كله، تعال نعرف، احنا كده خلصنا جزء الانترودكشن. هنخش بقى في جزء تاني وهو جزء الاناتومي. علم التشريح النباتي، البلانت اناتومي. البلانت اناتومي ده هنتكلم فيه على اجزاء النبات، احنا كنا اتكلمنا عليها بالتفصيل كده او سريعا الحصه اللي فاتت، وقلت لك ان والله النبات ليه اجزاء كتير، منها اجزاء فوق الارض واجزاء تحت الارض. عايز انا بقى افصص الاجزاء ديت واشوفها تحت الميكروسكوب شكلها عامل ازاي ووظيفتها ازاي، واشوف كمان خليه النبات تحت الميكروسكوب شكلها عامل ازاي. مبدئيا كده سريعا سريعا بس عايز استرجع معاك كام معلومه. ان النبات يبقى في جزء فوق الارض وجزء تحت الارض. الجزء اللي فوق الارض ده بنسميه الاريال بارتس، اريال بارتس، والجزء اللي تحت الارض بنسميه تحت الارض، يعني صب تحت الارض، ترين، يبقى سب ترينيان اورجانز. اورجانز السب ترينيان اورجانز دول قلنا الطبيعي ان هو يبقى روت جذور، انما ساعات شبه البطاطس بتبقى ستم تحت الارض، ساق بينمو تحت الارض، ساعات بنسميه رايزوم. بس ما تقوليش ان البطاطس رايزوم، لان الرايزوم ده كلمه يعني شامله شويه، يعني مش صح قوي. الستيم نفسه بيبقى متقسم يا شباب لنودز وانتر نودز، عامل شبه صبعي. ديت عقده يبقى دي نود، وديت عقده يبقى دي نود، اللي ما بينهم اللي هو العقله بقى نفسها اللي هو الانتر نود. يبقى دوت نود ودوت نود، وده اللي ما بينهم ده اسمه الانتر نود. من عند كل نود ممكن يطلع حاجات كتير، ممكن يطلع ورقه ده اسمها الليفز، ممكن يطلع فلاور زهرة، والفلاور دي بعد كده بعد التخصيب بتتحول لثمرة، والثمرة ديت بيبقى جواها سيد. اخد انا السيد دي بقى وبعدين ايه، بعدين اقوم زرعها تاني تطلع لي نبات جديد. كنا بنتكلم حتى ان حتى اللي بره دوت كان ليه اسم، كان ليه ايه اللي اسم اللي هو اللي من بره ده كان اسمه البارك، واللي من جوه كان اسمه الود.
دي كلها كده، والجزء اللي فوق الارض ده كده كله على بعضه. لما يبقى نبات ضعيف بنسميه عشبه هرب. كل دوت بنسميه الاورجانز بتاعت النبات، اعضاء النبات. فانا دلوقتي اما جم قالوا لنا النباتات، قال لك النباتات والله ممكن الاورجانز بتاعتها تنقسم لنوعين، في فيجيتاتيف بارتس او اورجانز، وفي سكشوال اورجانز. الفيجيتاتيف اورجانز ديت اللي هي اي حاجه ما عدا الفلاور، انما السكشوال هي الوحيده الفلاور، فلاور والسيدز تمام، عشان هي بعد كده هزرع بيها. لو تفتكر معايا كنت بقول لك الزهره شكلها عامل ازاي، ادي الريسبتكل اللي هو كنت بتقول عليه بالعربي اسمه التخت، وادي الاوفري، والاوفري طالعه لفوق لحاجه اسمها ستيجما وستايل. يبقى ديت اسمها ستيجما وديت ستايل وديت اوفري. تقريبا ديت الميسم والقلم، الاوفري اللي هي المبيض تقريبا، مش عارف مش فاكر. والاوفري بيبقى جواها يا شباب البويضات بقى نفسها، الاوفيولز. طب كل دوت بنسميه ايه؟ ده كده اسمه الفيميل بارت، بنسميه جاينيسيم. بيبقى هنا كمان في الميل بارت اللي هو الاندريسيم، اللي هو فيلمنت وستي، الستيمن عباره عن انثر وفيلمنت، وهنا بيطلع منه حبوب اللقاح البولين جرينز تقع على الفيميل. فلما تقع على الفيميل ادي دوت الميل، وتقع على الفيميل تعمل فيرتيلايزيشن او عمليه الاخصاب، فيرتيلايزيشن. يبقى طالما فيها فيرتيلايزيشن، بولينيشن اند فيرتيلايزيشن، تلقيح واخصاب، يبقى دي مسؤوله عن التلاقي سكشوالي. امال ايه الحاجات الفيجيتاتيف ديت؟ قال لك الفيجيتاتيف دي مالهاش اي علاقه بالسكشوال السكشوال ريبرودكشن. ديت حاجات مثلا شبه ايه؟ شبه مثلا الستام والليفز وهكذا. خد الستامز مثلا واخد الروتس. قال لك بكل بساطه الستامز ايه وظيفتها؟ حاجتين، اول حاجه السبورت ان هي بتثبته، وتاني حاجه النقل الترانسبورتيشن. ايه بقى الترانسبورتيشن؟ ايه حوار الترانسبورتيشن ده؟ جوه الستام بيبقى فيه مواسير يا شباب. مواسير بتوصل الميه من الروت للليفز فوق عشان تعمل فوتوسنتز. تعالى كده وناخد الستام اهو ونكبره، وادي الورقه اهي، وادي الروت. بيبقى في ماسوره طالعه من تحت لفوق اتجاهها عامل كده، بتشيل الميه والمينرالز. دي مين دي؟ بنسميها الزايلم، اللي هو اسمها بالعربي تقريبا الخشب، اللي هي بعد كده على فكره بتتحول لوود. وعندي ماسورة تانية، استنى بقى بيجيب لون مختلف، احمر اهي. الماسورة دي طالعة من الورقة رايحة لكل أجزاء النبات حتى الروت. دي اسمها الفلويم، اللي هو اللحاء اللي بعد كده هيكون لي البارك من بره. الزايلم بيبقى شايل المية والمينرالز، طب طالع من الورقة، أما الورقة حصل فيها عملية اسمها عملية الفوتو سينثيز، تصنيع الاكل. فالفوتوسينثيز او البناء الضوئي دوت صنع فود، فالفود ده لازم يتوزع من الورقه على كل النبات. مين اللي هيشيله؟ اللي هيشيله هو متكسر كده وصغير هو اللحاء، يبقى مسؤول عن الترانسبورتيشن والسبورت. بالمناسبه السبورت هو خشب، يعني السبورت ده اللي هو التثبيت في الارض دوت، بسبب ان الزايلم والفلويم، بالذات الزايلم اللي هو الوود الخشب، بيبقى جواه حاجه اسمها ليجنيفايد اليمنتس. ليجنيفايد اليمنتس يعني ايه؟ ليجنيفايد اليمنتس يعني فيها مواد لجنين مغلظه، ماده اللجنين دي ماده صلبه، فما بتصلب. دي حاجات زي ايه الليجنيفايد اليمنتس ديت؟ حاجات شبه مثلا الفايبرز والسكيني رايتس. ايه الفايبرز ديت؟ لو جيت مثلا مسكت السواك، السواك ناشف، بس لو جيت بصيت على اخره كده على نهايته، السواك بيبقى اخره كده شعر اهو. الشعر ده عباره عن فايبرز طويله قاعده جوه الخشب متراكبه على بعضها بتدي له قوه. طب وايه السكلرايتس ديت؟ لو جيت اكلت واحده اسمها ايه بالعربي؟ اللي هي البير، الكمثرى تقريبا، كمثرى. كمثرى بتبقى ناشفه بسبب ان جواها خلايا ميته، هو الاثنين دول ديد سيلز،
ليجنيفايد يعني ديد، يعني خلايا ميته مش حيه، بس بتبقى شبه الستون كده، شبه الحجر، فبتبقى ناشفه وفيها لجنين بتديها تدعيم وتقويه قويه جدا. طيب بالنسبه للروت قلنا ان هو بينقل المينرالز وبينقل ايه الووتر اللي مصها عن طريق الروت هيرز اللي هنا الشعيرات، بينقلها لفوق عن طريق الزايم. طيب ده كلام بسيط خالص. لو جينا كده حبينا نتكلم على انواع الخلايا وخليه الحبار، خلصنا النبات من بره كده، عايزين نشوف النبات بقى من جوه، الخليه نفسها من جوه. خليه النبات تندرج تحت انهي نوع من الخلايا؟ تقول لي هو في انواع كتيره من الخلايا؟ اقول لك هما نوعين، مينلي نوعين. لما نيجي نتكلم في منهجنا هقول لك والله ان عندك نوع اسمه بروكاريوتيك سيل ونوع اسمه يوكاريوتيك سيل. ايه هو البروكاريوتيك وايه هو اليوكاريوتيك؟ اللي كنتوا بتسموهم حقيقيات النواه واوليات النواه. الحقيقيات اللي بنسميهم يوكاريوتس، يو يعني حقيقه، واوليات كلمه اولي يعني برو، لما احط كلمه برو او بري قبل اي حاجه يعني معناها انه اولي، برو كاريوتس. طيب تعالى كده وريني شكل كل واحد فيهم. تعالى كده الاول نتكلم عن البروكاريوتس لان هي خلايا بدائيه شويه، دي اللي هنتكلم عليها اللي هي البكتيريا. انما اليوكاريوتس دول يا شباب دول مثلا شبه الانيمالز، شبه البلانتس، شبه الفانجاي، شبه الالجي. ايه دول؟ الانيمالز الحيوانات، النباتات، الفانجاي، الفطريات، والالجي اللي هي الطحالب. تعالى كده وريني شكل الخلايا البدائيه شويه، شكلها عامل ازاي. مبدئيا يعني بتبقى خليه واحده شكلها عامل كده، لو قلنا ان هي بكتيريا. بيبقى اول طبقه من عليها هي السيل وول والجدار الخلوي بتاعها، والسيل وول بتاعها بيبقى مكون من حاجه اسمها بيبتيدو جلايكان. طيب بعد السيل وول بيبقى في طبقه هنغير لونها كده وهنخليها منقطه لانها اضعف منها شويه على قدر اهميتها الكبيره، انما هي اضعف منها في القوه يعني، بنسميها السيل ممبرين. السيل ممبرين ده اللي هو ايه؟ اللي هو الغشاء الخلوي. طيب ثم بعدها هتلاقي جوه هنا في ميه، او يعني 99% منها ميه، بنسميها ايه ديت الميه دي؟ بنسميها السيتوبلازم. طيب والسيتوبلازم ده بيبقى عايم فيه شويه حاجات، بيبقى عايم فيه سيركيلر نيوكليك اسيد. وخلي بالك انا هنا اتكلمت وقلت حمض نووي، ما قلتش لا دي ان ايه ولا ار ان ايه، ما قلتش سنجل ولا دبل، بس هو انا رسمه دبل مجازا يعني. بنسميه ايه بقى النيوكليك اسيد او الحمض النووي ده؟ بنسميه كروماتين، والكروماتين ده الحمض النووي بتاع اي حاجه. طب بتاع البكتيريا بالذات بنسميها ايه؟ بنسميها شبيهه النيوكليوس، نيوكليويد. اي حاجه اخرها اويد تبقى شبيهه، لما اقول لك عمرويد يبقى شبيه عمر، سلمويد شبيه سلمى، احمدويد شبيه احمد. يبقى هما النيوكليويد يعني شبيه النيوكليوس، لانه مش عباره عن كيسه جواها الكروماتين، لا هي عايمه كده في الـ في الـ في الـ في السيتوبلازم. فطالما عايمه فما اقول لك ان البروكاريوتس اهم صفه فيهم ان ما عندهمش هاف نو مم برين باوند اورجانيلز. يعني ايه كلمه اورجانيلز ديت؟ يعني عضيات، ما عندهمش نواه، ما عندهمش ميتوكوندريا، ما عندهمش كلوروبلاست، ما عندهمش اندوبلازميك ريتيكولم وجولجي اباريتس، ما عندهمش الحاجات ديت، هم خليه بدائيه خالص. طب دي اورجانيلز. طب يعني ايه ممبرين باوند اورجانيلز؟ يعني الاورجانيلز ديت متحوطه بكيسه. يعني مثلا النواه لما هنيجي نرسمها في اليوكاريوتيك سيل، ادي هما جاهزا كده سريعا، عندنا اهو السيل وول وعندنا السيل ممبرين، حاجات شبهها اهي. بس لما هاجي ارسم النواه عمري ما هرسم الدي ان ايه او النيوكليك اسيد بشكل بتاع عام بتاعها كده، انا برسمه بحط كده ايه كيستين كده، شوف كيستين مش كيسه واحده كمان، واخرمه اعمل فيه بورز، ونفهم ليه البورز دي كمان شويه، واقوم راسم انا كروموزوم مثلا جوه، او اقول مثلا الكروموزوم ده دلوقتي في مرحله ان هو مفكوك مثلا، ففي كيسه حواليه، في ممبرين حواليه، فهي ما فيهاش هنا ممبرين باوند. اقصى حاجه من الاورجانيلز اللي ممكن اشوفها، ممكن اشوف ايه؟ ممكن اشوف حله وغطاها. ايه حله وغطاها اللي انا بقول لك عليهم دول؟ حاجه اسمها الرايبوسومز، الرايبوسومات.
الريبوسومز دي معروف جدا ان هي عباره عن جزئين، جزء صغير وجزء كبير، لارج ريبوسومال سب يونت، لارج ريبوسومال سب يونت وسمول ريبوسومال سب يونت، حته صغيره وحته كبيره. مسؤول عن ايه يا شباب؟ مسؤول عن تصنيع البروتين، يبقى مسؤول عن البروتين سينثيسيس. طيب في حاجه صعبه لغايه دلوقتي؟ مفيش جدا. يبقى لو جينا كده شبهناها هقول لك والله ان البروكاريوتس ديت عامله شبه عم محمد اللي تحت البيت عندك، بيقضي الغرض بس مثلا تروح تشتري من عنده 10 15 حاجه يقول لك لا مش هديك كيسه. هاز نو ممبرين باوند اورجانيلز. انما اليوكاريوتيك سيلز مليانه ممبرينز، عامله شبه ايه دي؟ عامله شبه كارفور. اول ما تروح كارفور يقول لك ايه؟ يقول لك تروح تشتري مستكايه، يقول لك عايز تحطها في كيسه ولا لا؟ يبقى عندهم كياس، يبقى عندهم ممبرين باوند اورجانيلز. دول عندهم ممبرين باوند اورجانيل. طب تعالى كده وريني الاورجانيلز الممبرين باوند دي. اول حاجه عندك النيوكليس، النواه، النيوكليس، والنيوكليس دي حواليها زي كيستين، فهنقول عليها دبل ممبرين، عليها دبل ممبرين، او الممبرين ده بنسميه ساعات اللي هو الممبرين او الغلاف اللي بيحيط بالنيوكليس، بنقول عليه نيوكليير انفلوب. والنيوكليير انفلوب ده بيبقى فيه بورز، هنسميها نيوكليير بورز، والميه اللي عايمه جوه النيوكليس بنسميها نيوكليو بلازم، مش سيتوبلازم بقى، نيوكليو بلازم. واللي جوه ده هنسميه ايه؟ هنسميه كروموزوم، واللي هو مين؟ اللي هو الكروماتين يعني برضه. تقول لي ثانيه انت مش قايل لي ان ده اسمه كروماتين؟ اقول لك اه، ما كلمه كروماتين معناها نيوكليك اسيد بشكل عام، انما الكروماتين او النيوكليك اسيد بتاع البروكاريوتس بنقول عليه النيوكليويد، لان دي نيوكليس بقى. طيب على جانب النيوكليس بيبقى طالع كده جنبها حاجه عامله كده مموجه، بنقول عليها ايه؟ بنقول عليها الاندوبلازميك ريتيكولم، الشبكه الاندوبلازميه. والاندوبلازميك ريتيكولم دي في منها نوعين، في منها نوع ناعم اللي هنسميه السموز اندوبلازميك ريتيكولم، وفي منها نوع خشن اللي هنسميه الرف اندوبلازميك ريتيكولم. السموز اندوبلازميك ريتيكولم دوت ما فيهوش حاجه مخشناه، ايه اللي مخشنه دوت؟ حتت صغيره من الريبوسومز، فده هيبقى فيه ريبوسومز، ريبوسومز بيقول لك اكسترودد وذ ريبوسومز، يعني محطوط فيه ريبوسومز، يبقى اكيد مسؤول عن تصنيع البروتين، يبقى ده هيصنع لي بروتين. انما ده عمره ما هيصنع لي بروتين، هو بيصنع دهون بس ما بيصنعش بروتين. هنتكلم على الكلام ده كمان شويه. طب البروتين اللي طلع من الريبوسومز بتاعت الرف اندوبلازميك ريتيك لما انا مش واثق فيه 100%، فلازم اورجان او اورجانيل بقى تاني تراجع البروتين اللي اتصنع ده. فانا هنا هطلع بروتين في كوره، تقابل الكوره دي مين؟ او تروح تقعد مع مين؟ تقعد مع الجولجي اباريتس، جهاز جولجي. تخش هنا ومن جوه جهاز جولجي لو فيها اي مشكله يعدلها ويطلعها كيس البروتين مظبوطه 100%. البروتين ده بقى يروح في الخليه، يروح يقعد في الممبرين، يطلع بره الخليه خالص، ايا كان هيروح يعمل ايه. تمام؟ طيب ساعات بيبقى عندنا ريبوسومات فري غير الريبوسومات اللي موجوده على الرف اندوبلازميك ريتيكولم، ممتاز. بيبقى عندنا حاجتين عكس بعض، او مش عكس بعض، مكملين لشغل بعض. واحده شكلها عامل كده حضرتك عارفها، اسمها الميتوكوندري، واللي مكمله لشغلها اختها على طول او بنت عمها بقى، هنقول عليها الكلوروبلاست. والاثنين لو تاخد بالك ممبرين، ممبرين باوند ده اهو، عليهم اثنين ممبرين، الاندوبلازميك ريتيكولا ممبرين، الجولجي ابريتس ممبرين، فهم فعلا ممبرين باوند اورجانيلز. الكلوروبلاست او نقوله البلاستيدات، هنقوله هنا كلوروبلاست، البلاستيدة الخضراء، هدفها هو عمليه البناء الضوئي، الفوتو سينثيسيس. يعني هدفها تصنيع ايه؟ هدفها تصنيع الجلوكوز. طيب صنعت دلوقتي اهو وحدايه جلوكوز، النبات عايز ياكلها عشان يطلع منها طاقه، يقوم مدخل الجلوكوز في الميتوكوندريا. الميتوكوندريا بقى، الميتوكوندريا تقوم تعمل ايه؟ تقوم تعمل اوكسيداتيف ريسبيريشن، تنفس بالاكسجين، وتقوم مطلعه طاقه. الطاقه دي جزء منها هروح استخدمه في النبات، وجزء تاني هيروح للبلاستيدة عشان تروح تعمل فوتوسنتس تاني. فزي ما انت شايف كده هي سايكل مقفوله.
السايكل المقفوله دي هدفها في الاخر ايه؟ هدفها ان النبات يفضل عايش. طيب عندك ايه تاني؟ عندك حاجه كبيره جدا 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 هنا يمكن اكبر من كده كمان، اسمها ايه دي؟ اسمها الفاك يول، اللي هي بطن الخلايا. دي هدفها الاساسي هو الاستورج، التخزين، سواء اخزن اكل او مواد ويست. طب تقول لي الاكل وهخزنه عشان لما عاوز اطلع منه طاقه تاني. طب المواد الويست هيخزنها ليه؟ عشان برضو لما عاوز يطلع منها طاقه تاني. انت عمرك ما هتقوم من النوم تلاقي الشجره جنبها شويه بيبي، فهي بتتخزن هنا في صوره ايه؟ صوره كريستالات. طيب قلنا ان دوت هو اللي بالازرق ده المنقط دوت السيل ممبرين او البلازما ممبرين. امال الازرق اللي بيحيط بالفاكيول ده اسمه ايه؟ هنسميه حاجه اسمها تونو بلاست. فلما اسالك هو التونو بلاست بيفصل مين عن مين؟ تقول لي هو بيفصل الفاكيول عن اللي بره الفاكيول. هو ايه اللي بره الفاكيول؟ اللي هو البلازما السيتوبلازم. يفصله عن ايه؟ عن السيتوبلازم. طيب لو جينا كده ناخد مقارنه بسيطه ما بين الاثنين دول اللي موجوده في الورقه عند حضرتك دي، هتلاقي مثلا اول حاجه كاتب لك البوينت اوف كومباريزون النيوكليس. مين فيهم عنده نيوكليس؟ اليوكاريوتس. البروكاريوتس ما عندهمش. هتلاقي تاني الممبرين باوند اورجانيلز، قلنا مين اللي عنده ممبرين باوند اورجانيلز؟ اليوكاريوت. البروكاريوت ما عندهمش. عندك السيل ستراكشر، مين فيهم وحادي الخليه؟ البروكاريوت. تقول لي ما انت راسم لي ده خليه واحده، اقول لك بس هي موجوده جوه ايه؟ جوه تيشو. يعني ديت عباره عن سيل، والسيلز كتيره مع بعض تعمل لي نسيج تيشو، والنسيج كتير مع بعض يعمل لي اورجان، والاعضاء كتير مع بعض تعمل لي سيستم جهاز، والسيستمز كتير مع بعض تعمل لي البادي. الكلام ده في الانسان وفي الحيوان كمان. انما البروكاريوت ده شبه البكتيريا مثلا، عمرك ما تلاقي حاجه اسمها نسيج بكتيريا، مفيش حاجه اسمها تيشو من البكتيريا. ممكن تلاقي مستعمره كولوني، انما الكولوني او المستعمره عمرها ما تتحسب ان هي نسيج، لان كل كائن عايش بذاته. انما في النسيج الكائنات كل خليه اسف عايشه، هنا كل خليه او كل كائن عايش، انما هنا في النسيج الخلايا كلها هدفها في الاخر ان كله يعيش، نسيج كامل متكامل. طيب عندك في الكومبلكس دي اكيد مين كومبلكس اكتر؟ اليوكاريوت عن البروكاريوت. عندك الدي ان ايه؟ ده الدي ان ايه بتاعه ايه؟ بتاعه سيركيولر، ما نقولش دي ان ايه، نيوكليك اسيد بشكل عام. هنا سيركيولر، انما هنا موجود جوه ايه؟ جوه كروموزوم، ساعات بنقول عليه لينير. الاكزامبلز قلت لك هنا البكتيريا، انما هنا كل الحاجات المتبقيه اللي هو مين؟ الانيمال والبلاند والفنجاي والارجي واي حاجه ثانيه. على فكره في واحد ثالث بس مش مهم، مش علينا. طيب جميل كده؟ جميل جدا. يقول لك البلانت سيل هي عباره عن يوكاريوتيك، اهو اللي انا راسمها ديت يوكاريوتيك، فيري كومبلكس، مليانه ممبرين باوند اورجانيلز، واهم نقطه فيها ان اوعى تنسى السيل وول. السيل وول، طب ليه اوعى تنسى السيل وول؟ هو احنا اتفقنا مع بعض السيل وول هنا موجود متكون من ايه؟ متكون من حاجه اسمها بيبتيدو جلايكان. بيبتيدو يعني بروتين، وجلايكان يعني شوجر، يعني هي عباره عن ميكس بين البروتينات والكربوهيدرات. انما هنا السيل وول بقى بتاعها متكون من حاجه اسمها سيليولوز. سيليولوز ساعات بيبقى معاه بقى الماده المدعمه اللي قلنا عليها من شويه، ممكن يبقى معاه كيوتين، ممكن يبقى معاه لجنين، ممكن يبقى معاه سوبرين، ممكن او مش ممكن حسب الحاله. في الغالب قلنا الحاجه اللي بيبقى عليها لجنين تبقى ديد، وكل دول هدفهم ايه؟ هدفهم التدعيم. طيب تعالى كده نسبة، نقول هنا البلانت سيل السيل وول سيريوز. طب الفنجاي فطريات بيبقى حاجه اسمها كايتين، سي اتش اي تي اي ان. طب والطحالب؟ الطحالب غالبا بتبقى سيلوز ومعاه حاجات ثانيه، سيلوز ومعاه حاجات ثانيه، مش مهم ايه الحاجات الثانيه، تمام كده. طب الانيمالز بقى هاز نو سيل وول. ليه الانيمالز ما عندهاش سيل وول؟ عشان احنا حيوانات، انا اسف اللي انا بقوله دوت، احنا كائنات يعتبر تصنيفنا حيوانات. عمرك شفت حيوان او احنا قادرين نعمل كده؟ مش قادرين نعمل كده، لا احنا قادرين ان هو نروح يمين وشمال، نروح يمين وشمال، يبقى مفيش حاجه متحكمه فينا. انما عمرك ما تلاقي شجره بتعمل كده. مثلا اشجار البامبو هي اكتر حاجات فليكسبل بتعمل كده وكده، انما ما تعملش كده. لان السيل وولز تسبب او تؤدي الى تدعيم. تعالى بقى نشوف الايه؟ الاورجانيلز. هنمسح السبوره ديت، اكتب لك الاورجانيلز كلها في سبوره واحده ان شاء الله، وكل حاجه فيها عايزك تكون بتذاكرها بالمنطق ده، هنعمل جدول حلو قوي. ستراكشر فانكشن، ستراكشر فانكشن، شكلها عامل ازاي والفانكشن بتاعتها عامله ازاي. يلا بينا نبدا بقى يا شباب ونتكلم على حاجه اسمها السيل اورجانيلز او العضويات بتاعت الخلايا، عشان نفهم يعني ايه كلمه سيل اورجانيلز. هكتب لك هنا، تعال نشوف السيل وول او اسف البلانت سيل اللي كنا رسمينها من شويه هنا كده. نكتب هنا كده كلمه بلانت سيل ونشوف بنقسمها لايه.
البلانت سيل بتنقسم لجزئين، جزء غير حي وهو السيل وول الجدار الخلوي، والجزء الحي ده ساعات بنسميه البروتو بلازم. خلي بالك ان انا بقول بروتو بلازم مش سايتو بلازم، لان البروتو بلازم ده بينقسم للسايتو بلازم اللي هي الميه ومعاها بقيه الاورجانيلز، وساعات نقول اورجانيلز بلس نيوكليس. تقول لي طب ما النيوكليس ديت من العضيات من الاورجانيلز اصلا، بس دي اهم اورجانيل عندنا فبنحب نديها مقامها كده، فنقول ساعات اورجانيلز زائد نيوكليس يساوي ومعاهم السيتوبلازم يدوني بروتوبلاست. والبروتوبلاست بروتوبلازم او بروتوبلاست الاثنين واحد، بروتوبلاست او بروتوبلازم معاهم السيل وول يدوني بلانت سيل بشكل عام. طيب لو جيت قلت لك بلانت سيل ماينس الديد بارت اللي هو السيل وول يبقى تقول لي بروتوبلازم. لو جينا اتكلمنا بقى على كل جزء من الاجزاء ديت، هنتكلم على السيل وول وهنتكلم على الاورجانيلز وهنتكلم على النيوكليس. مبدئيا كده احنا بنتكلم على بلانت سيل، فهي اكيد خليه ممبرينس عندها اندو ممبرينس اورجانيلز. كل واحده من دول هناخد 9 اورجانيلز، هناخد السيل وول، حاجه اسمها الفاكيول، البلازما ممبرين، البلاستيدات، الميتوكوندريا، النيوكليوس، والاندوبلازم ريتيكولم والجولجي ابريتس، والسيتوبلازم اللي عاين فيه كل ده ما عدا السيل وول. مبدئيا هي الخليه اصلا شكلها عامل ازاي؟ تعالى كده نفتكر مع بعض الرسمه اللي انا كنت لسه رسمها لك من شويه. اي حاجه هنيجي ندرسها هنرسمها. مبدئيا الخليه حواليها سيل وول اهي، والسيل وول دوت تحته سيل ممبرين اهو، الغشاء الخلوي سيل ممبرين، وجوه السيل ممبرين ده في ميه اسمها السيتوبلازم. مبدئيا هل السيتوبلازم عباره عن ميه؟ لا والله هو مش ميه، هو عباره عن حاجه زي ما بيتقال عليها جيل لايك، يعني شبه الجل. ليه شبه الجل؟ تعالى كده نفهم مع بعض. يبقى رقم واحد هنتكلم على السيتوبلازم، اول حاجه هو جيل لايك، شبه الجلي. ليه شبه الجلي؟ لان هو عباره عن، لو قلت لك ان هو ميه فابقى بكذب عليك، هو تقريبا 90% منه ميه. طب ايه الباقي؟ قال لك معاه مينرالز، معاه ماكرو موليكيولز. ايه الماكرو موليكيولز دي؟ دي الوجبه المثاليه. تلاقي في السيتوبلازم تلاقي فيها ايه؟ تلاقي فيها شويه كربوهيدرات، تلاقي فيها شويه بروتين، شويه امينو اسيد، تلاقي فيها شويه ليبيدز دهون، تلاقي فيها شويه نيوكليك اسيد. تقول لي طب ما النيوكليك اسيد ده احنا واخدين الدي ان ايه موجود جوه النيوكليس. اقول لك ما في ار ان ايه في السيتوبلازم. كل ده بيخليه جيل لايك. طب يعني ايه جيل لايك؟ بيني وبينك كده يعني برابير لايك، شبه البرا بير، يعني ليه لزوجه، مش ميه خالص، مش ميه خالص. بسبب ايه؟ بسبب ان هي ميه جواها حاجه مخليها لزجه شويه. فيبقى هي جيل لايك 90% منها ميه والباقي كله ماكرو موليكيولز ومينرالز وحاجات تانية كتير، ممكن فيها شويه انزيمز كمان مثلا، في حاجات كتير بقى. بنعتبرها ايه؟ بنعتبرها الفريم، الفيزيكال فريم وورك بتاع كل حاجه بتحصل في الخلايا النباتيه. يعني هي المكان، السيتوبلازم ده هو المكان اللي بيحصل فيه كل العمليات الحيويه، سواء عمليات هدم او بناء. تعال كده نفتكرهم مع بعض، عمليات الميتابوليزم، عمليات الايض زي ما كانوا بيقولوا لكم. الميتابوليزم نوعين، يا بهدم اسمها كاتابوليزم، يا ببني اسمها انابوليزم. كاتابوليزم افتكر كده كاتي بقطه والقطه بتكسر كل حاجه، انابوليزم فانا عايز اكبر يبقى لازم ابني، يبقى انابوليزم بناء. كلها بتحصل فين؟ كلها بتحصل في السيتوبلازم، هو مجرد مكان بيحصل فيه كلام، انما هل هو بيشارك في لا هو مش بيشارك، هو بس مجرد مكان. شباب مثلا ما تروح ملعب كوره، هل ملعب الكوره بيشارك في اللعب؟ لا، هو مجرد مكان بيحصل فيه اللعب. هنا كذلك السيتوبلازم هو مجرد مكان بيحصل فيه عمليات الميتابوليزم. طيب رسمنا ايه بقى؟ احنا رسمنا السيتوبلازم، رسمنا السيل وول والسيل ممبرين. تعال ناخدهم. اولا السيل وول، السيل وول احنا اتفقنا في البلانت سيل بيتكون من ايه؟ بيتكون من سيلولوز، بس ساعات بيبقى معاه مواد تدعيميه شبه اللينين والسوبرين والكيوتين، كلها مواد تدعيميه عشان تخليه اقوى. اتفقنا ان اللينين دوت معناها اي حاجه عليها لينين يعني معناها ان هي ديد سيلز. طيب بتسراوند، بيسراوند ايه؟ بيسراوند السيل ممبرين زي ما انت شايف، بيسراوند يعني حواليه، سراوند السيل ممبرين. بيكون من ايه؟ قال لك بيكون من برايمري سيل وول وسكندري سيل وول. تعال نفهمها كده، ادي خليه وخليه ثانيه جنبها،
خليتين نباتيتين جنب بعض. اللي انا رسمته بالاسود ده، ده اسمه برايمري سيل وول، وده سيل وول مكون من سليلوز فقط ضعيف. فالنبات عشان يدعمه اكتر من جوه بيقوم باني سيل وول جديد باللي انا برسمه بالازرق ده اهو، عشان يدعم الخليه. ايه اللي انا برسمه بالازرق ده؟ اسمه سكندري سيل وول. والسكندري سيل وول ده بيبقى معاه سليلوز ومعاه شويه حاجات تانيه عشان تدعمه اكتر. ما بين الخليتين بيبقى فيه اصلا حاجه كده انا هرسمها هو بالاحمر. ما بين الخليتين دول ده بنسميه حاجه اسمها ميدل لاميلا. يعني اللي بالاحمر ده حاجه اسمها ميدل لاميلا، اللي بالاسود ده اسمه برايمري سيل وول، اللي بالازرق ده اسمه سكندري سيل وول. كل ما بتدعم اكتر كل ما بتموت الخليه، كل ما بتخليها مش خليه حيه، لان التدعيم الاكتر ده بيمنع حركتها وبيمنع الاكسبانشن بتاعها. تعال كده نفكر مع بعض، هل وانت صغير هتجيب حزام يكون ناشف قوي عليك؟ لا، انت وانت صغير انت بتكبر حجمك بيزيد، طول ما انت بتنمو لسه حجمك بيزيد، فلازم الحزام يكون فلكسبل معاك. فعشان كده بنحط الخليه وهي صغيره عايزه تكبر، فبتحط برايمري سيل وول وهي صغيره، برايمري سيل وول على الميدل لاميلا اللي بتفصله. البرايمري سيل وول ده فيري فلكسبل لان هو معمول من سليلوز بس. طب لو عايز اقويه اكتر، انا خلاص كبرت فحجمي ده هيفضل ثابت، فمحتاج اجيب حزام على قد انا بالظبط، لا اكتر ولا اقل، فيقوم حاطط حزام شديد. فهنا برضه تقوم حاطط حزام شديد اللي هو السكندري سيل وول. السكندري سيل وول ده بيتكون بقى من اللجنين والسوبرين والكريتين والحاجات دي كلها. طب انت هتشوف فين السكندري سيل وول دوت؟ هتشوفه في الخلايا اللي توقفت عن النمو. يبقى السكندري ده في السيلز ذات سيزد تو جرو، سيزد اللي هي ستوبد، يعني ستوبد تو ايه؟ جرو، توقفت عن النمو عشان تفضل ايه؟ تفضل محافظه على شكلها. شبه مثلا الخلايا الاشجار، فيها شجره كبيره جدا بس الخشب بتاعها ناشف، لما تيجي تخبط عليه كده هو مش خشب، ده طوب، خلايا حجريه، يبقى مليانه لجنين، يبقى خلايا ميته، يبقى دي عندها سكندري، وهتلاقي الشجره دي ميته ما فيهاش اوراق فوق اصلا. طيب هدف السيل وول بالنسبه للخليه انه يعمل ايه؟ قال لك اول حاجه انه يعمل سبورت. سبورت دوت ازاي؟ هو انا جوه هنا في ايه؟ مش في سيتوبلازم؟ في ميه. وبره الخليه بيبقى في ميه. لازم الميه اللي داخله الخليه تبقى قد الميه اللي طالعه من الخليه. طب افرض انت الخليه ديت اتحط حواليها ميه كتير، للاسف ساعتها الميه اللي هتدخل هتبقى كتير، فالخليه هتنفجر. ده لو هي خليه ما فيهاش سيل وول. السيل وول بقى بيحمي من الانفجار ده، بيحافظ على حاجه اسمها التيرجر. ترجر دوت يعني تفضل ايه؟ منفوخه بس ما تنفجرش، كانك ايه؟ محوط عليها كده، فبيعمل لها سبورت. تاني حاجه بيبروتكت. وانت بتضرب الخشب، وانت بتضرب الشجر، هل هتتكسر؟ نادر قوي، لازم تضرب بجامد قوي وانت هتتعور، لان هي عندها سيل وول بيسبورت هير من الميكانيكال دامج اللي هو التخبيط، او حتى الباثولوجيكال، يعني مفيش بكتيريا تيجي تقف هنا وتخش جوه الخليه. يعني تلاقي مثلا الباثوجينز الامراض اللي بتهاجم النباتات اقل من الامراض اللي بتهاجم الانسان، لان السيل وول بيحميها، بس فيها امراض بتهاجم النباتات. يبقى ديت ستراكشر فانكشن، ستراكشر فانكشن. طب تعالى نشوف البلازما ممبرين، الاستراكشر بتاعها عامل ازاي اللي هو الازرق ده. البلازما ممبرين بيبقى شكله عامل كده، عباره عن لاير كامله وتحتها كمان لاير كامله. من ايه بقى؟ من المنظر ده، كور 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 كتيره قوي كده اهو، من فوق ومن تحت، خلي بالك مش من فوق بس، يعني لاير من الكور ولاير برضو هنا ايه؟ من الكور فوق وتحت. وتلاقي من كل كوره نازل منها ديلين، اتنين ديل اهو، واحد اتنين واحد اتنين واحد اتنين واحد اتنين اهم، وجوه كل الكور دي اللي جوه كمان، ومن فوق هنا طالع واحد اتنين واحد اتنين وهكذا. فتلاقي المنظر النهائي كانك قاطع فيه كده حته جاتوه، يبقى منظره عامل كده. المنظر دوت بيبقى فيري فليكسبل. لو جينا خدنا واحده من الدايره وتحتها، او يعني لو جيت خدت دي مثلا، دي مثلا، ونكبرها، هلاقي منظرها عامل ازاي؟ هلاقي منظرها عامل كده وديلين، عباره عن راس وديل، هيد وتيل، او تو تيلز بقى. الهيد دوت بيبقى عباره عن هنا في جليسرول، جليسرول، وهنا في مجموعه فوسفيت بولر،
والديل ده كله ده في الهيد، والديل بيبقى عباره عن كربونات كتيره، كربون 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 دبل بوند كربون 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 وهكذا. المنظر ده بنسميه، مش عارف انتوا شفتوه ولا لا، بس المنظر ده بنسميه ان هو عباره عن جزئين عكس بعض. جزء اللي هو التيل دوت بيبقى اورجانيك، واي حاجه اورجانيك ما ينفعش ادوبها في الميه، فيبقى بتكره الميه فيتقال عليها هايدرو، هايدرو يعني ميه، وعندها فوبيا من الميه يبقى هايدروفوبيك، او بتحب الدهون، دهون يعني ليبيد يبقى لايبو، بتحب يعني فيل قلبها مليان بيه يبقى لايبو فيلك، يبقى دي تساوي دي. يبقى التيل يا اما هايدروفوبيك اقول عليه هايدروفوبيك، او هي اياها لايبوفيلك. هايدروفوبيك يعني بيكره الميه، لايبوفيلك يعني بيحب الدهون، لا يختلط الزيت بالماء، عشان كده هم عكس بعض. طب والتيل ده عليه تشارج، فطالما عليه تشارج اسف الهيد، الهيد عليه تشارج، فالهيد دوت تلاقيه بيحب الميه فيتقال عليه هايدرو بس بيحب فيلك، يبقى هايدرو فيلك، او بيكره الدهون فيتقال عليه لايبو فوبيك. فلو تاخد بالك كده الاثنين عكس بعض، الهيد عكس التيل، فيتقال على الميكس ده كده كله على بعضه يتقال عليه امفي باثيك. امفي باثيك، امفي باثيك يعني في حاجتين عكس بعض. الهدف من الموضوع ده ايه؟ ادي السيل ممبرين، تمام؟ ادي هو السيل ممبرين اللي هو النقط بالازرق ده. السيل ممبرين ده من بره مواجه لميه، ومن جوه مواجه للسيتوبلازم اللي قلت لك 90% منها ميه. ففي الحالتين هو لازم يبقى الحته، لو جيت كده اهو خدت دوت كاني بكبر الحته دي، لازم الحته دي اللي بالاسود دي والحته دي اللي بالاسود دي، طالما هم مواجهين الميه يبقى لازم يحبوا الميه. مين اللي بيحب الميه هنا؟ الهيد، فيبقى هنا في هيد وهنا في هيد، تمام؟ هيدز بقى كتيره جنب بعض. والحته اللي في النص ديت لازم يكونوا بيحبوا بعض. فيحبوا بعض ازاي؟ لو قلت لك اهو الحته اللي انا بقلمها ديت، دي عباره عن التيلز، فهو تلاقي تيل كده وتيل كده، فطالما هما كده لازقين في بعض يبقى ده بيحب الدهون وده بيحب الدهون، فما فيش مشاكل تحصل. يبقى الهيدز دايما مواجهه للميه سواء انسايد ذا سيل او اوتسايد ذا سيل، والتيلز مواجهه لبعضها، تمام؟ المنظر اللي انت شايفه قدامك دوت بيتقال عليه اف ام ام. يعني ايه اف ام ام؟ فلويد كده، نكتبها بقلم تاني. فلويد موزايك موديل، جاء اتنين علماء اسمهم اسمهم ايه؟ اسمهم حاجة اند سيجنر، حاجة اند سيجنر. المهم يعني الاتنين دول مش هم اسمهم ايه يعني، خدوا جايزة نوبل على الموضوع ده. ايه جايزة نوبل ديت؟ قال لك الاتنين علماء دول جم بصوا على شكل الفوسفوليبيد بايلير، حاطط لكم صورتها في الورق. لما جم يشوفوا شكله كده لقوا الكور ديت اللي هي الهيد والتيل مش ثابته في مكانها، عماله تتحرك كانها مخليه الحته ديت السيل ممبرين فيري فلويد، شبه الميه. فمين اللي مسؤول عن فلويديتي بتاعت البلازما ممبرين؟ هو الفلويد موزايك موديل، الشكل ده اللي هو عباره عن ايه؟ عباره عن هيد وتيل. وصل كده؟ المنظر بقى اللي انت شايفه قدامك اللي هو الفلويد موزايك موديل ده بنسميه ايه بقى؟ قال لك هو مش الجزء اللي فوق ده فوسفيت يبقى فوسفو، والجزء اللي تحت دوت ليبيد يبقى ليبيد، فيتقال عليه فوسفو ليبيد. بس زي ما انت شايف عندنا هيد وتيل، والناحيه الثانيه قصادها هيد وتيل، يبقى لاير واحده ولا باي لاير؟ اتنين لاير. يبقى اللاير اللي بلزق اللي هي اللي انا رسمتها ازرق وازرق كده، مربع ومربع، اللي فوق دوت فوسفو ليبيد واللي تحت ده فوسفو ليبيد، فيتقال عليه فوسفو ليبيد ايه؟ باي لاير، اتنين لايرز فوق بعض كده من الفوسفوليبيد، كانك جايب حتتين عيش توست فوق بعض، حته عيش توست فوق وحته عيش توست تحت، يبقى فوسفوليبيد باي لاير. طيب ده ما يخص ايه؟ ما يخص البلازما ممبرين. قلت لك ان هو اصلا بس عشان كلمه بورس وكلمه الاستيك، انت المفروض اوريدي فهمتها. بورس لان قلت لك ان هم عمالين يتحركوا مش ثابتين في مكانهم، فوانا بحرك ده وده في مساحه في النص اتفصلت بقت فاضيه، فتسمح بدخول وطلوع المركبات، المركبات الكيميائيه الدهنيه، مش مهم المركبات الكيميائيه وخلاص، ما تخش في تفاصيل. بيسمح بدخول وخروج المركبات حسب حاجه مين؟ حسب حاجه الخليه.
فيقول لك اول حاجه ان هو بورس مخرم، وتاني حاجه الاستيك لان هو فلويد موزايك موديل. طب حته بورس دي عايز ااكد فيها على حاجه، تقول لي السيل وول والبلازما ممبرين هما الاثنين يعتبروا البوابه الاولانيه والبوابه الثانيه، او البواب الاول والبواب الثاني. البواب الاول اللي هو السيل وول هو بواب قوي بس بيسمح بدخول اي حد، اللي عايز يعدي يعدي عبيط. انما البواب الثاني اللي هو الازرق المقطع اللي هو البلازما ممبرين ده بواب غلس، يسمح بدخول حاجات وحاجات ثانيه لا. يروح يقول للنيوكليوس يا نيوكليوس انا عندي بره صوديوم، عايز تدخليه ولا لا؟ عايز تدخله يقوم سامح له، مش عايز يدخله يقوم ما يسمحلوش انه يخش. عامل شبه مثلا انت رايح لواحد كده صاحبك وبتخبط على الباب او بتخبط على الجرس تحت، فيطلع لك البواب يا استاذ عايز ايه؟ انا عايز اطلع لاستاذ كذا في الدور الثالث. لازم الاول يتصل بصاحبك ده استاذ كذا في الدور الثالث يقول له يا استاذ كذا في حد تحت اسمه كذا 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 عايزك، عايز نفتح له ولا لا؟ لو قال لك عايز نفتح له تقوم مطلعه. ده بواب بيعمل واجبه صح. انا مجازا بقول ان هو بواب رخم يعني. فمين اللي بواب الرخم؟ السيل ممبرين. اما مين بواب العبيط اللي عدى اي حد؟ السيل وول. فيبقى اول حاجه هو بيبروتكت السيل ممبرين بس مش شبه مثلا السيل وول، مش قوي زيه. بيعمل سيباريت، بيفصل السيل وول عن السيتوبلازم اللي هنا، هو طبقه في النص ما بينهم. بيحافظ على الهوميوستيزيس. ايه الهوميوستيزيس ديت؟ يعني دخوله حاله الخليه تفضل زي ما هي، لا كميه الصوديوم تزيد عن حدها ولا كميه البوتاسيوم تقل عن حدها ولا اي حاجه في الخليه تتغير في مكانها، ولا كميه الميه جوه تزيد ولا تقل ولا اي حاجه. وكلمه ان هو بقى سيلكتيفلي بيرميبل، يعني ايه سيلكتيفلي بيرميبل؟ عايز تكتب عليها بواب، بواب غلس، يعني بيسمح بدخول حاجات وحاجات تانية لا، سيلكتيف. فده بيساعد دكتوره بتحب تسميه ايه؟ فبنسميه كلمه ريجوليشن، بيحافظ بيريجوليت الموفمنت جوه من بره لجوه الخليه ومن جوه لبره الخليه. وده كلامنا عن البلازما ممبرين. طيب في حاجه كبيره جدا 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 بس احنا بنرسمها صغيره مجازا، بس هي حاجه كبيره فعلا، كبيره قوي كده قد كده مثلا يمكن اكتر كمان. دي اسمها ايه؟ اسمها الفاكيول. الفاكيول دي اللي هي قلت لك بطن الخليه. يبقى دوت بواب عبيط، ده بواب رخم، دي بطن الخليه. بيتقال عليها ستورج بابل، كوره بيخزن فيها. بخزن فيها ايه؟ قال لك بخزن فيها حاجتين، يا الويست يا الفود. واتفقنا مع بعض انا بخزن الفود عشان بعد كده احرقه واخد منه طاقه. طب الويست؟ عشان ما فيش طريقه ثانيه اقدر اتخلص منها بالويست، يا اما بعد كده هستخدمها كمصدر للطاقه. دي الفاكيول هي اللي جوه. طب اللي بالازرق ده اللي بيحيط بيها كان اسمه ايه؟ وده مهم جدا، اسمه التونو بلاست. تونو بلاست، وزي ما انت شايف كده هي واخده الماجوريتي بتاعه السبيس في الخليه. طيب بتعمل ايه الفاكيول دي؟ قال لك دي حاجات كتيره قوي، هي جوه مخزنه شويه حاجات، فلو مش محتاجاها تكون مكسراها، يبقى ليها لايتك افكت او لايتك فانكشن، سواء تكسرها عشان مش محتاجاها وتطلعها از ويست، او تكسرها وتاخد منها طاقه. تاني حاجه بتحافظ على حاجه اسمها الاوزموتيك بريشر. تسمع عن الاوزموسيس، الخاصيه الاوزموزيه؟ مش احنا اتفقنا ان النبات بيدخل ويطلع منه ميه؟ خروج وطلوع الميه دوت عشان يفضل ثابت بكميات ثابته واللي داخل قد اللي طالع، محتاج ان انا احافظ على حاجه اسمها الاوزموتيك بريشر. بيعمل ووتر ريجوليشن عشان الخليه ما يخشهاش ميه كتير فتضغط على الخليه، تقول لي هي هتفرقع؟ اقول لك لا، هي طالما مفيش ميه كتير قوي السيل وول هيقوم بالواجب، طالما في ميه كتير قوي هتفرقع للاسف. فانا عشان اعمل ووتر ريجوليشن محتاج احافظ على الاوزموتيك بريشر. مين اللي بيحافظ على الاوزموتيك بريشر؟ الفاكيول، يبقى بتحافظ على الاوزموتيك بريشر. تالت حاجه ستورج، احنا قلنا ان هي بتخزن. رابع حاجه التيرجر بريشر اللي لسه قايلين عليه. ايه التيرجر بريشر ده؟ اللي هو متحكم فيه حاجتين، السيل وول والفاكيول، واخده بتدي الخليه شكلها. يعني ايه بقى حته السيل فوليوم ديت؟ يعني مثلا لو جبت خياره، الخيارة دي سبتها في التلاجة مدة طويلة، الخيارة قبل ما تسيبها بتبقى منفوخة كده والفوليوم بتاعها كويس. طب لو سبتها في التلاجة مدة طويلة بتلاقيها كشكشت كده وانكمشت بسبب إن المية طلعت منها. بسبب إن المية طلعت منها، لأنك سبتها مدة طويلة، كل المية طلعت منين؟ طلعت من التونو بلاست. فخليتها كشكشت، قللت السيل فوليوم بتاعها. آخر حاجة بتعمل السيتوبلازميك ستريمينج، بتحافظ على السيتوبلازميك ستريمينج. إيه حوار السيتوبلازميك ستريمينج ده؟ هنقول لك كمان شوية إن والله عندنا حاجة اسمها بلاستيدات بما فيها الكلوروبلاست. الكلوروبلاست ديت مالها؟ دي بتبقى موجودة هنا يعني حوالين الفاكيول، يعتبر نقوله موجودة كتير حوالين الفاكيول. فالكلوروبلاست ديت هدفها الأساسي إنها تعمل
الفوتوسينثيز البناء الضوئي، وقلت لك ان هي بتحافظ الفاكيول بتحافظ على السيل فوليوم نفخ الخليه دايما، فضغط السيل الكلوروبلاست ناحيه السيل وول، او ما نقولش بقى ناحيه السيل وول نقول ناحيه الشمس، فتخلي اكبر كميه من الكلوروبلاست تعمل فوتوسينثيز وتشتغل شغلها الطبيعي. وصلت كده؟ تضغطها ناحيه الاوت او ناحيه السيل وول بتاع الخليه عشان تاخد تقدر تمتص اكبر كميه من ايه، من السان لايت. الحركه ديت اسمها ان حركه الكلوروبلاست حوالين الفاكيول وهي ضغطها حوالين السيل وول بتفضل تمشي كده 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 وهكذا، بنسميها سيتوبلازميك ستريمينج، لان السيتوبلازم بيتحرك. حاجه اسمها سيتوبلازميك ستريمينج دي اول ما اكتشفناها اكتشفناها في الطحالب، بنا نبص على الطحلب كده تحت الميه، نبص على الطحلب ناخده من الميه ونبص عليه تحت الميكروسكوب نلاقي الميتوكوندريا والكلوروبلاست عمالين يلفوا في السيتوبلازم، يعملوا ستريمينج في السيتوبلازم. هدفها ايه او ايه السبب فيها؟ ان الفاكيول بيضغط عليهم فيبدا يحرك، كانك ايه بتوقع طوبه في ميه فبتبدا تحرك الميه. الحركه ديت بتاعت السيتوبلازم بتهز الكلوروبلاست فتبدا تضغطها على الجدران بتاعه الخليه تمتص اكبر كميه من الضوء. يبقى كده شفنا السيل وول، الفاكيول، البلازما ممبرين. هناخد بقى حاجتين بنقولهم هما مش عكس بعض، هما مكملين لبعض، والله ما عكس بعض، هما المفعول الشغل بتاعهم بيطلع نواتج مكمله لبعض، اللي هما مين ومين زي ما قلنا من شويه، الكلوروبلاست والميتوكوندريا. الاثنين يا شباب زي ما انت شايف كده، انا جيت رسمت ايه، رسمت اثنين وولز او اثنين اسف اثنين ممبرينز حواليه. هتلاقي في الميتو في الاول نتكلم على البلاستيد، الكلوروبلاست اللي هي البلاستيدة الخضراء دي نوع من انواع كتيره من بلاستيدز. اولا كده تعال نشوف اي بلاستيد ممكن تبقى عامله ازاي. زي ما انت شايف دبل ممبرين، اي بلاستيد مسؤوله عن تصنيع نوع معين من الاكل، يبقى ميك، وساعات في نوع منهم بيخزن بيعمل ستور للفود، وفيهم لون. لو اللون اللي فيهم البيجمنت ده لونه اخضر، اي حاجه لونها اخضر في الدنيا بنقول عليها كلمه كلورو. اي حاجه ليها الوان كتيره شبه الاورنج، شبه الاصفر، شبه الاحمر، كل دي حاجات بنقول عليها كرومو. اي حاجه فيها كلمه كرومو يعني ملونه. واليوكو او لوكو، ساعات بيقولوا عليها يوكو ساعات بيقولوا عليها لوكو، ديت يعني ابيض، لوكو بلاست. يبقى عندي كلوروبلاست، كرومو بلاست، لوكو بلاست. الكروموبلاست دي سهله قوي، هتشوفها مثلا في الجزر، هتشوفها في المانجا، هتشوفها في الطماطم. في الجزر في نوع من الكروموبلاست بيبقى جواه بيجمنت، صبغه، الصبغه اسمها ايه؟ اسمها كاروتين. ان اسمها كاروتين يبقى هتلاقيها في الجزر. بيتا كاروتين ولونها برتقاني، لونها اورنج. طيب عندك المانجو، المانجا فيها ماده اسمها زانثوفيل، زانثو يعني ذهبي، فبيبقى تدي لون اصفر. يبقى المانجو لونها الاصفر بسبب ايه؟ بسبب حاجه اسمها الزانثفيل. التوميتو جواها ماده او بيجمنت اسمه اللايكوبين، واللايكوبين ده بيدي اللون الاحمر، وعلى فكره ليه باورفل انتي اوكسيدنت، مضاد اكسده. مضاد اكسده ده في الغالب اي حاجه انتي اوكسيدنت ممكن يتقال عليها انتي كانسر. يبقى تقول لي طماطم انتي كانسر؟ لا طماطم مش انتي كانسر، اللايكوبين اللي جواه هو اللي في دراسات عليه ان هو انتي كانسر. طيب دي مثلا الكروموبلاست، يعني البلاستيده اللي ليها الوان كتيره. في عندك اليوكوبلاست، اليوكو ديت يعني شفافه او وايت زي ما بيقولوا. دي هنلاقيها فين؟ دي في الغالب بنلاقيها في الاستورج، في المخازن، منطقه المخزن. عايزك تبقى عارف حاجه، اي نبته في الدنيا زي ما اتفقنا تبقى مكون من جزئين، الجزء اللي فوق اللي بيعمل بناء ضوئي هو الورقه. الورقه بتعمل بناء ضوئي وتعمل ايه؟ تعمل سكر، ستارش زي ما هنشوف كمان شويه. الستارش ده عشان يتخزن مش هيتخزن في الورقه، بيتخزن في الروتس، في الجذور. بيتخزن فين؟ في الجذور. فهتلاقي مثلا حاجه شبه البطاطس، يقول لك البطاطس كلها نشا كلها كربوهيدرات. ليه؟ لانها موجوده تحت الارض، جايه ان الليفز بتاعتها عملت نشا وخزنتها فيها تحت الارض. فتلاقي مثلا البوتيتو فيها مليانه ستارش، ستورج تحت الارض. الميز الذره مليانه ستارش ومعاه بروتين وفيها اليوكوبلاست برضه. الكاستور اللي هو الخروع، الخروع بذور الخروع، بجيب بذور الخروع دي واعصرها عشان انزل منها زيت الخروع. الثلاثه كلهم فيهم ليوكوبلاست، يعني بلاستيدات لونها ابيض او لونها شفاف زي ما بيقولوا. اكتر حاجه واضحه وجليه هو مين؟ هو البوتيتو. عشان كده اصلا لما تيجي تقطع البطاطس تلاقي من جواه ابيض، مش احمر مثلا، مش اخضر، مش اصفر، مش برتقالي، لانه جواها ليوكوبلاست.
اخر حاجه لو كان لونها اخضر، اخضر يبقى فيها كلورو بلس، وكلورو بلس زي ما قلنا جواها ايه؟ جواها بيجمنت. اسمه ايه بقى البيجمنت اللي جواها ده؟ يعني مثلا قلنا هنا كروموبلاست جواها كاروتين او زقه ايه، كروموبلاست دي ممكن يبقى جواها كاروتين فيبقى لونها برتقاني، زانتوفيل فيبقى لونها اصفر، لايكوبين فيبقى لونها احمر. طب اليوكو ما جواهاش بيجمنت اصلا، نو بيجمنت. الكلوروبلاست جواها بيجمنت بقى اسمه ايه؟ اسمه مش كلوروبلاست، يبقى اسمه كلوروفيل. وعلى فكره مش كلوروفيل بس، ساعات بيبقى معاها كاروتين وزانتوفيل ولايكوبين وعادي جدا، بس بكميات قليله لدرجه ان لونها مش هيبان بسبب ان الكلوروفيل طاغي عليها. طيب نكمل بديها فين بقى؟ قال لك تعال كده نشوف الاستراكشر بتاعها ونفهم هي عباره عن ايه. مبدئيا البلاستيده تبقى عباره عن دبل ممبرين، اوتر ممبرين وانر ممبرين. الميه اللي جوه البلاستيده دي بنسميها ايه؟ بنسميها ستروما. والستروما دي بيبقى عايم فيها حاجه شبه جنيهات الفضه كده، ستاك من الجنيهات الفضه فوق بعضها. الستاك ده كله على بعضه الجمع كده اسمه جرانا، ده جمع. الواحدة بس من الجرانا اسمها جرانم، زي ميتوكوندريا ده كتير، ميتوكوندريام دي واحدة بس. وبيتربطوا كده في النص بحاجة اسمها انتر جرانا لاميلا، مش مهم مهمكش. الفكرة بقى في ايه؟ ان الفكرة ان الجرانا والستروما بيعملوا ايه؟ بيمتصوا، او نقوله بس ايه، بلاش الجرانا والستروما، نقوله الجرانا ديت او الواحده منها بتمتص ضوء الشمس، بتمتص ضوء الشمس عن طريق ان جواها، عايز كده امسح الميتوكوندريا ديت نبقى نرسمها تاني. يبقى الجرانا بتمص ضوء الشمس، لان الجرانا جواها حاجه اسمها لايت هارفستنج، بيتقال عليها انتنه مش مهم، لايت هارفستنج سبستنس. يعني ايه لايت هارفستنج؟ يعني بيمص الضوء، يبدا الضوء ينزل على الورقه بتاعت النبات، الورقه اللي لونها اخضر. جوه الجرانم في لايت هارفستنج انتنه تمص الضوء ده وتحول اللايت انرجي، تحولها لحاجه اسمها كيميكال انرجي. ده فين ده؟ ده في الجرانم الواحده. ثم بعد كده الجرانم ترمي الكيميكال انرجي بتاعتها في الميه اللي قلنا اسمها ايه؟ اسمها ستروما. يبقى من لايت انرجي الكيميكال انرجي بتحصل فين؟ في الجرانا. طب ومن كيميكال انرجي بقى يطلع لي جلوكوز اللي هو ستارش، ده فين ده بيحصل؟ ده بيحصل في الستروما. الكلام ده هناخده بالتفصيل ان شاء الله قدام. فيبقى الحركه دي كلها على بعضها تصنيع الجلوكوز من الضوء، كنا بنسميها ايه؟ كنا بنسميها عملية البناء الضوئي، الفوتوسينثيسيس. يبقى دي اسمها الفوتوسينثيسيس. الفوتوسينثيسيس دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن ستة مية بيتاخد من الروتس، وستة كربون دايوكسيد من الجو عن طريق اللايت والكلوروفيل. يقوم النبات يعمل ايه؟ يقوم يطلع سي ستة اتش 12 او 6، ده اللي هو مين؟ اللي هو الجلوكوز، ومعاه 6 اكسجين از باي برودكت، النواتج الجانبيه. اهم حاجه على النبات هو مين اللي هياكله؟ هو الجلوكوز. بعد كده بعد ما يصنعه في الورقه ينزل يخزنه في الروتس، تمام؟ حيث اليوكوبلاست. طيب يبقى انت كده طلع عملت لي بناء ضوئي. طب مين بقى اللي هيستغل الاكل اللي انت صنعته الشوجرز ديت علشان يطلع منها طاقه؟ قال لك هي الميتوكوندريا. الميتوكوندريا شكلها عامل ازاي؟ شكلها عامل كده، عباره برضو عن ايه؟ عباره عن دبل ممبرين، بس الممبرين اللي جوه دوت عامل انفاجينيشنز. يعني ايه كلمه انفاجينيشنز؟ بس يعني تموجات، عامل كده اهي. الانفاجينيشن دي بنسميها ايه؟ بنسميها كريستي. دكتوره ما قالتهاش بس اعرفها كريستي. التموجات دي هدفها ايه؟ هدفها انها تعمل حاجه اسمها تصنيع الطاقه، ال ATP production. طب هي بتصنعها منين؟ واحنا مش اتفقنا ان هنا الناتج النهائي اللي طالع منها هو جلوكوز؟ ادي اهو الجلوكوز 6 اتش 12 او 6. الجلوكوز دوت يقوم بطريقه ما بيتحول لحاجه اسمها بايروفيت، والبايروفيت تقوم داخله فين؟ داخله هنا،
داخله جوه الميتوكوندريا. الميتوكوندريا قلت لك عندها اوتر ميمبرين وانر ميمبرين. طب الميه بقى بتاعت الميتوكوندريا اسمها ايه؟ اسمها الماتريكس. هنا الميه بتاعت البلاستيدا كان اسمها الاستروما. طيب مالها الماتريكس دي؟ الماتريكس دي بتحصل فيها عمليه كده عباره عن سايكل بنسميها كريبس سايكل، دوره كريبس، او بنسميها حاجه اسمها تراي كاربوكسيليك اسيد سايكل، او ساعات بنسميها سيتريك اسيد سايكل. مش مهم المسميات دي ليه، بس يعني مهم تبقى عارفها. كلهم كل الكريبس سايكل والتراي كاربوكسيليك اسيد سايكل والسيتريك اسيد سايكل كلهم نفس الحاجه اللي هي كريبس. ودوره كريبس بقى دي النواتج اللي طالعه منها هتروح تقعد فين؟ هتروح تقعد على الانر ميمبرين اللي هو كان اسمه ايه؟ اللي هو كان اسمه كريستي. يوم الكريستي دوت ياخد نواتج اللي طالعه من كريبس سايكل ويعمل لها حاجه اسمها ايه؟ يعمل لها حاجه اسمها تي اسمها اي تي سي، حاجه اسمها الكترون ترانسبورت تشين، دوره نقل الالكترونات. فالالكترون ترانسبورت تشين دي تحول النواتج اللي طالعه من كريبس سايكل لاي تي بي. تمام كده يا شباب؟ يبقى انا كده صنعت منها طاقه. قلت لك انا بقى جزء من الطاقه دي يروح في العمليات الحيويه، وجزء تاني من العمليات الحيويه اللي هو بيروح فيها ديت هو مين؟ هو الفوتوسينثيز. هتفضل الدوره ديت مقفوله. زي ما انت شايف كده الميتوكوندريا قلنا عباره عن دبل ممبرين بيبقى شكلها شبه الصباع كده رود شيبد، بس ما تقدرش تشوفها بالالكترون باللايت مايكروسكوب اللي موجود في المعمل. انت اللايت مايكروسكوب اللي موجود في معمل الكليه دوت اخره يشوف النيوكليس، عشان النيوكليس كبيره. طب عشان تشوف الميتوكوندريا بالمنظر ده محتاج ايه؟ محتاج الكترون مايكروسكوب. طيب بنسميها ايه طالما هي بتطلع طاقه؟ بنسميها الباور هاوس اوف ذا سيل. قلنا ان هي بتطلع طاقه ازاي؟ الاي تي بي بيطلع عن طريق ايه؟ عن طريق حاجه اسمها اي تي سي تي سي اي. ايه اي تي سي؟ الاي تي سي اللي هي الالكترون ترانسبورت تشين. طب ايه تي سي اي؟ تراي كاربوكسيليك اسيد سايكل تي سي اي اللي هي كريبس سايكل. تمام كده؟ جميل. يبقى كده شفنا البلاستيد والميتوكوندري. يبقى كده لغايه دلوقتي عملنا ايه؟ عملنا السيتوبلازم، عملنا الميتوكوندري، عملنا البلاستيد، عملنا بلازما ممبرين، فاكيول، سيل وول. تعال نشوف النيوكليس اللي كنا لسه بنتكلم عنها. النيوكليس ديت هي دماغ الخليه. ليه؟ النيوكليس بتبقى عباره عن دبل ممبرين كده زي ما اتفقنا، والدبل ممبرين ده بيبقى فيه فتحات. الفتحات دي هدفها ايه؟ تيجي كده معايا، مش هنا جوه جوه النيوكليس وادي هي الخليه كلها اهي، مش جوه النيوكليس كان بيبقى فيه حاجه اسمها الكروموزومات، والكروموزومات دي بيبقى جواها الدي ان ايه بتاعنا. مش الدي ان ايه دوت بيبقى متحول لحاجه اسمها الام ار ان ايه، وساعات الام ار ان ايه يقوم طالع من النيوكليس رايح هنا عشان يبدا يعمل ايه؟ يجي له الحله وغطاها الريبوسومات ويعملوا حاجه اسمها تصنيع بروتين سينثيز. ففعلا كان ليه لازمه الفتحات ديت البورس او البورز بتاعت النيوكليير انفلوب او النيوكليير ميمبرين مهمه جدا. قلنا اللي جوه ده اسمه نيوكليوساب او نيوكليوبلازم. طيب قلنا ان هي عباره عن ميمبرين باوند، ده هي جواها كمان عليها كمان اثنين ميمبرين وفيها الدي ان ايه، والدي ان ايه ده اللي هو الانفورميشن اند ادمنستريتيف كنترول سنتر، هو السنتر اللي بيتحكم في كل وظائف النبات او وظائف خليه النبات اللي هي مين؟ هي من الاخر كده الميتابوليزم، عمليات الايض سواء الكاتابوليزم او الانابوليزم. امتى الخليه تهدم حاجه بنتها؟ لما تبقى محتاجه طاقه. طب هو مين اللي بيدي الاوردر بتاع الطاقه ده؟ النيوكليس. امتى الخليه تسمح للبلازما ممبرين انه يدخل او يطلع ماده؟ لما برضو الادمن، عشان انا لما ببعت حاجه على جروب لازم الادمن يعمل ابروف. هنا كمان عشان مثلا الصوديوم تخش الخليه لازم الادمن يعمل ابروف، السنتر بتاع الخليه. يبقى الانفورميشن اند ادمنستريتيف كنترول سنتر مسؤول عن ايه؟ مسؤول عن يعني ان يبقى جواها الدي ان ايه، والدي ان ايه ده بيبقى مربوط بهستونز هنا، ومسؤول عن كل السيل اكتيفيتيز اللي هي شبه ايه؟ شبه عمليات الميتابوليزم. طيب هناخد برضو اثنين بقى كده ايه اخوات شبه البلاستيد وال او يعني نقولوا الكلوروبلاست والميتوكوندري. عايزين نرسمهم وعايز في نفس الوقت اسيب لكم ديت تاخدوها سكرين شوت بعد ما نخلص. طيب تعالوا اقول لك ايه، ادي اهي وان شاء الله ايه تبقوا شايفين. ادي النواه، نهايه النواه. قلنا بيبقى طالع على النواه حاجه كده اسمها الاندوبلازميك ريتيكل، وجنبها على طول بيبقى فيه ايه؟
الجولجي اباريتوس. حلو. الاندوبلازما كريتيكولا كانت عباره عن جزئين، جزء منقط بالريبوسومات اللي هو بنقول عليه الرف اندوبلازما كريتيكولا، وجزء ساده اللي هو السموز اندوبلازما كريتيكولا. يبقى عندي رف اندوبلازما كريتيكولا ار اي ار وسموز اندوبلازما كريتيكولا اس اي ار، وتعرف الاختصار ده. طالما رف اندوبلازما كريتيكولا، على فكره سواء الرف او السموز الاثنين عباره عن ايه؟ هما كومبلكس سيستم. بيبداوا منين؟ بيبداوا من النيوكليوس ويكملوا في السيتوبلازم. يعني هما موجودين اهو كده، اهو موجودين في السيتوبلازم، انما بدايتهم فين؟ في النيوكليوس. سواء ده او ده الاثنين عباره عن كياس ميمبرينز برضو، فاحنا ما خرجناش بره ميمبرين السيستم. طيب بتصنع ايه الرف ديت؟ طالما رف عليها رايبوسومز، والرايبوسومات هي ماشين تصنيع، مكنه تصنيع البروتينات، فهي مسؤوله عن تصنيع السكندري بروتينز. طب ايه الفرق بين السكندري والبرايمري؟ مش مهم. ومسؤوله عن تصنيع البروتينات اللي بعد كده هتبقى جزء من البلازما ميمبرين. يعني البلازما ميمبرين مش عباره عن فوسفوليبيد باي لاير بس، لا ده فوسفوليبيد باي لاير وعليها وجواها بروتينات وجواها كمان كربوهيدرات بتبقى طالعه كده، مشغلش بالك. بس يعني من الاخر اعرف لي ان الميمبرين بيبقى عليه بروتينز. مين اللي بيصنعها؟ الرف اندوبلازما كريتيكولا، وهقول لك ازاي بالظبط دلوقتي. طب والسموز؟ قلت لك دي مالهاش اي علاقه بالبروتين، دي ما فيهاش اصلا ريبوسومات، فهي هدفها بس ان هي تريموف اي ويست من الـ من الـ من النبات. طب ازاي؟ عن طريق ان بتصنع كور من الدهون، كور من الممبرينز. يبقى هنا تقوم مصنعه لي ايه؟ تقوم مصنعه لي مثلا بنقوله فين؟ نقول اهي مثلا خليها السموز اهي، جايه من السموز. تقوم مصنعه لي كوره وتحط لي جوه الكوره من من الليبيد ديت ويست، وتقوم رميها بره الخليه. او مش الرف اندوبلازمك لسه مطلعه بروتين؟ تبدا السموز تطلع الليبيد وتحط جواها البروتين. البروتين ده بعد كده زي ما بقول لك يا اما هيبقى سكندري بروتين يا اما بروتين اوف ذا سيل ميمبرين، هيروح للممبرين. بس قبل ما يروح للممبرين عامله شبه شركه، لازم يعدي على شركه الشحن. انا عايز اوصل حاجه للممبرين بس مش عايز اروح لحد هناك، فاروح اديها لشركه الشحن. شركه الشحن هتوظفها لي وتعمل لها باكجنج، وشركه الشحن دي بعد كده تروح ترميها تديها لمين؟ للسيل ميمبرين. طب مين هي شركه الشحن؟ هو الجولجي اباريتس. الجولجي اباريتس برضو عباره عن ممبرينز، شكله عامل كده اهو. دول اسمهم ايه؟ اسمهم سيسترني. سيسترني. ايه اللي بيحصل؟ الجولجي اباريتس ليه وشين، وش اسمه السيس ووش اسمه الترانس. يا رب تبقوا شايفين. السيس دوت هو اللي الكوره من الليبيد وجواها بروتين هتروح عنده منها يستقبلها، اللي هو بيستقبل ايه؟ بيستقبل البروتين والليبيد اللي جاي منين؟ من الاندوبلازم كريتيكولا. يبدا يعمل لها باكجنج كويس، يحطها في باكج كويس مكتوب عليها اسمه، اللي هو يعني كان دوت هو ايه؟ هو الـ مكتب البريد او التوصيل. ويبدا يعمل لها ترانسبورت، ينقلها لفين؟ يعمل لها موديفيكيشن لو في اي مشكله في البروتين، ويعمل لها ترانسبورت لمين بقى؟ للممبرين اللي انا كنت عايز اوصله في الاخر. يبقى هتلاقي جولجي اباريتس برضو عباره عن ممبرينس فلات ساكس شبه الكور، بس كور مبططه، كاني جبت كوره قدم وقطعتها من النص وبططتها، هتلاقي منظرها بالمنظر ده كده. يعني مثلا ايه؟ يبقى شكلها عامل كده، هيبقى كده. ما هو ده، هو ده. ويبدا يعمل ايه؟ يبدا قلت لك ان هو ليه سيس وترانس فيس. السيس دوت بيعمل ريسيف للكوره الدهنيه اللي جواها بروتين، والترانس بيعمل لها باكجنج وشيبمنت لمين؟ للممبرين على طول. تمام كده شويه؟ اتمنى تكون الدنيا وضحت، واتمنى كده تكون نكون مش مسقطين حاجه. احنا كده دي ان شاء الله غالبا هتبقى اخر حصه في الجزء الفري. اللي عايز بقى يحجز يا شباب كورس الميديسينال بلانتس من الجامعه الاهليه يقدر يكلم السكرتاريه، هسيب لكم رقمهم طبعا على جروب الواتساب، واللي لسه مش على جروب الواتساب يكلمني على رقمي هسيبه لكم برده. هبعته له على طول او يكلم السكرتاريه، سيبها لكم برده في الديسكربشن بتاع الفيديو، وهيبعت له اللينك بتاع جروب الواتساب، وهيبعت له لينك جروب الكورس وقت ما يحب يحجز. تمام يا شباب؟ ربنا يكون الدنيا بسيطه، سيب لكم الصبر وتاخدوا سكرين شوت، وبالتوفيق.